بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي من علينا بوطن من خيرة الأوطان، ونشر علينا فيه مظلة الأمان والاستقرار. الحمد لله الذي عمر أوطاننا بالإيمان، وأكرمها بفضائل الخير والأمن والأمان. الحمد لله القائل في محكم تنزيله: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحية طيبة مباركة نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدي عمرو بن العاص بالقاهرة، واليوم الثاني من الأسبوع الدعوي والتثقيفي الذي تنظمه وزارة الأوقاف، وذلك برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وهذا اللقاء يحمل عنوان حفظ الوطن. معنا في هذا اللقاء المبارك فضيلة القارئ الشيخ حسن عوض الدشناوي، والمبتهل الشيخ محمد جمال القاضي، كما يحضر معنا أيضا الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور أحمد محمد عوض إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص. شرفنا أيضا في هذا اللقاء المبارك كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات بأوقاف القاهرة، والشيخ جمال إسماعيل حسن مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة، والشيخ علاء الدين سليمان مفتش بأوقاف جنوب القاهرة. السادة الحضور، نستمع الآن إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي باسمه يفتح كل باب ويستفتح كل كتاب. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، أنت الفتاح العليم الذي تفتح على عبادك بالخير متى تشاء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز كل فقير وغنى كل فقير أيضا سبحانه وتعالى، ومفزع كل ملهوف وقوة كل ضعيف. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله سيدنا محمد بن عبد الله
صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. فإنه لمن دواعي الفخر والسرور والفرح أن يتصادف كلامنا عن حفظ الوطن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي سطر المصريون فيها بأحرف من نور البطولات والإنجازات التي أيد الله عز وجل بها جيش مصر وأهل مصر بما من الله عز وجل عليهم من فتح ونصر مبين. وإنه أيضاً لمن دواعي الفخر والسرور أن يكون حديثنا عن حفظ الوطن في هذا الصرح العظيم، درة الحضارة الإسلامية في مصر وتاج الجوامع، ألا وهو جامع سيدنا عمرو بن العاص، أول مسجد بني في أرض الكنانة مصر. فاجتمعت عدة أسباب تستدعي منا أن نتفاءل خيراً بإذن الله عز وجل. فلقد جاءت الشريعة الإسلامية ومعها كل الرحمة وكل السماحة وكل اليسر لكي تؤسس مجتمعاً متوائماً متناغماً مترابطاً متماسكاً. هذا من ضمن ما جاءت به الشريعة الإسلامية، ومن ضمنها حفظ الأوطان. ولذلك أيها الأحبة الكرام، من مظاهر حفظ الأوطان من أبناء الوطن الانتماء للوطن، ولنا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة حسنة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعاً ولد بمكة المكرمة ونشأ وترعرع بها وعاش أيام الطفولة وأيام الصبا وأيام الشباب وتزوج بها وأنجب أبناءه من السيدة خديجة. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة التي نورها الله عز وجل بقدوم سيدنا محمد إليها. كانت تسمى يثرب، ولكن لما هاجر النبي إليها نورها النبي صلى الله عليه وسلم فسميت بالمدينة المنورة. وهنا لنا أن نقف وقفة تأمل في تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، محل الميلاد، موطن الطفولة والصبا والشباب التي كان يرتع فيها ويعيش فيها أيام هي خير أيام له صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر إلى المدينة المنورة دعا ربه فقال: اللهم اجعل للمدينة ضعفي ما جعلت لمكة من البركة. احنا بنتأمل، نحن لا نسرد حكايات ولا نسرد روايات لملء الفراغ وملء الأذهان وفقط، وإنما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للعبرة وللعظة وللتطبيق العملي. سيدنا النبي لما ترك المدينة وتحول إلى مكان آخر، الإنسان بفطرته لا يتخلى عن وطنه الأم اللي اتولد فيه وتربى فيه وعاش فيه. الإنسان الطبيعي، الإنسان صاحب الفطرة السليمة، لا ينفك عن وطنه الأم. فلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله علشان يكون عنده محبة للمدينة مثل محبة مكة المكرمة. وسيدنا رسول الله دعا دعاء تاني وقال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، لو هو في المدينة، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، وبارك لنا في مدينتنا. اللهم إن إبراهيم، يقصد سيدنا إبراهيم الخليل،
اللهم إن إبراهيم نبيك وحبيبك وخليلك، وإني عبدك ونبيك، صلوا عليه، وإني عبدك ونبيك، وإن إبراهيم دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة ومثله معه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نفهم من ذلك أن النبي يعلمنا مبدأ الانتماء، لأن الانتماء كما سنقول لاحقاً يؤسس مجتمعاً مترابطاً، يؤسس فرداً صالحاً متماسكاً يخدم دينه ويخدم وطنه ويخدم مجتمعه ويخدم البشرية. فسيدنا رسول الله بيعلمنا تعليم عملي على أرض الواقع. مكة هي الوطن الأم لسيدنا رسول الله. فلذلك يقول الإمام البدر العيني صاحب كتاب عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: إن الله عز وجل قد ابتلى نبيه محمداً بهجرته من مكة إلى المدينة وبفراق الأوطان. إذن سيدنا رسول الله كان انتماؤه للوطن شديد، كان حبه صلى الله عليه وسلم لتراب وطنه في منتهى التعلق صلى الله عليه وسلم. طب سيدنا إبراهيم دعا لمكة إمتى؟ دعا سيدنا إبراهيم لمكة لما ترك هاجر، ولما ترك ولده إسماعيل وهو طفل رضيع. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. سبحان الله، انظر إلى انتماء سيدنا إبراهيم، لأن هذا المكان موطن أهله ومستقر دعوته. هو سيدنا إبراهيم بنى الكعبة وساب مراته وساب ابنه وترعرع، وأصبحت مكة المكرمة تهوى إليها أو تهوي إليها أفئدة الناس. فسيدنا إبراهيم دعا لمكة، وسيدنا محمد دعا للمدينة المنورة. يقول بعض العلماء: دعا سيدنا إبراهيم لمكة لأنها موطن أهله، ده مش أولاً، لعظمة المكان أولاً، ولأنها موطن أهله، ولأنها مستقر دعوته. سيدنا إبراهيم جاء بعد حين وبنى الكعبة بأمر من الله ورفع القواعد وأذن إبراهيم بالحج كما أمره الله عز وجل. طب سيدنا محمد لماذا دعا للمدينة مع أن مكة هي الوطن الأم لسيدنا رسول الله؟ لأن المدينة هي التي احتضنته، وهي التي استقبلته، وهي التي احتفت به وقالوا له: طلع البدر علينا، صلى الله عليه وسلم. فتحوا أفئدتهم وقلوبهم قبل أن يفتحوا بيوتهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا أيها الأحبة، من مظاهر حفظ الأوطان أن تكون منتمياً إلى وطنك كما كان سيدك وسيدنا وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة تعلقه بمكة، وده أيضاً من مظاهر حفظ الوطن، أن تتعلق بالوطن وتكره مفارقة الوطن، ولا يشعر بهذه الأحاسيس والمعاني إلا من جرب الغربة وهاجر وسافر وتغرب خارج البلاد، يشعر بالحنين والأنين إلى موطنه الأم. سيدنا رسول الله في ليلة الهجرة والدموع تنهمر من عينيه الشريفتين، وهو ينظر إلى بطحاء مكة وإلى بطون مكة، وينظر إلى شوارعها التي عاش فيها وتربى فيها، والدموع تنهمر على خده الشريف صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم إنك تعلم أنها أحب بلاد الله إليك وأحب بلاد الله إلي، إلى آخر ما ذكره كتاب السير وكتاب الأحاديث. وبينما هو في الطريق من مكة إلى المدينة، وهو في هذه الحالة من الحزن لفراقه لبلده، يتنزل عليه الروح الأمين جبريل ويقول له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى، صلى الله عليه وسلم، يا محمد
نعلم أنك في قمة الأسى لفراقك لوطنك، وأنت تختبر حبك لوطنك في مثل هذه المواقف. هل أنت من الذين ينتمون إلى أوطانهم؟ هل أنت من الذين يتعلقون بالوطن ولا يتمنى أن يفارق وطنه قيد أنملة؟ فنزل الروح الأمين لكي يثبت فؤاده صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وعاد النبي في المعاد الذي حدده الله، عاد النبي قائدا فاتحا بطلا منتصرا في عام الفتح صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أيها الأحبة الكرام، إن الانتماء للأوطان وإن التعلق بالأوطان يستوجب أن تدعو لوطنك بالخير، كما دعا إبراهيم لبلده، وكما دعا سيدنا محمد للمدينة. إن انتماءك وحبك لوطنك يستدعي ويستلزم منك أن تتمنى له الخير، وأن ترجو له الرفعة، وأن تكون سبباً من أسباب نهضة بلادك ووطنك، كما كان سيدنا رسول الله، وكما كان أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الانتماء للأوطان يستدعي منا أيها الأحبة الكرام أن نرجو الله عز وجل أن يبارك لنا في أوطاننا، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يصب عليها الخير صبا، كما كان يدعو سيدنا محمد، وكما كان يدعو سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وإن الشعور بنعمة الوطن يستوجب منا الشكر. إذا شعرت بأنك في نعمة، ألا وهي نعمة الأمان، أن يكون لك مكان مستقر ومستودع تسكن إليه، هذه النعمة تستوجب منا الشكر لله عز وجل، وأن تجعلك تشعر بإحساس الأمن والطمأنينة والسكينة، وأن تنشر هذه المعاني حولك وتكون مصدر للأمان ومصدر للطمأنينة ومصدر للأمل لمن يعيشون حولك من أبناء وطنك، كما كان سيدنا رسول الله. هو سيدنا رسول الله لما هاجر من مكة إلى المدينة، من أول ما نادى به: أيها الناس أفشوا السلام. أنت مصدر للطمأنينة، هو لابد أن تكون مصدر للخير، أن تكون مفتاحاً للأمل. أيها الناس، وطبعاً سيدنا رسول الله في المدينة المنورة يعيش معه بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، ويعيش معه أهل الكتاب، فينادي بلغة شمولية: أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذا هو مصدر الخير ومصدر الطمأنينة ومصدر التفاؤل ومصدر الأمل. والنبي صلى الله عليه وسلم أبرم معاهدة مع أهل المدينة، مع اختلاف أطيافهم ومعتقداتهم، أجرى معاهدة أن يكونوا يداً واحدة، سلماً على من سالمهم وحرباً على من حاربهم. هذا هو نبينا يعلمنا كيف يكون الحفاظ على الأوطان، يعلمنا كيف يكون الانتماء للأوطان، يعلمنا كيف ندعو لأوطاننا بالخير والبركة وسعة الرزق. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة كان يتبسم لكل الناس، كان يتبسم لليهود، وكان يتبسم للنصارى، وكان يتبسم لعباد الأصنام والحجارة، ظل يتبسم لكل الناس حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. فصلوات ربي وتسليماته على من علم البشرية معنى الوطنية الحق، ومعنى الانتماء الحق، ومعنى طلب الخير والدعاء للوطن بالبركة وسعة الرزق. نسأل الله عز وجل أن يصب الخير على بلادنا صبا. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السادة الحضور، لقد امتن الله عز وجل على عباده بنعم جليلة وآلاء جسيمة، من أهمها وأغلاها نعمة الوطن، حيث يعيش الناس في أمن وأمان وسكن وطمأنينة بلا خوف أو وجل أو فزع. لذلك كان حب الوطن حنيناً يملأ الوجدان، فالوطن ليس مجرد أرض نسكن فيه، إنما هو كيان عظيم يتملكنا ويسكن فينا. وقد رسخ نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المعاني وأكدها حين خاطب وطنه مكة المكرمة عندما أخرج منها قائلا: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فالوطن أحد الكليات الست التي أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والصيانة، والحفظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، والدين لا يقوى إلا في ظل وطن قوي يحميه، ولا يأمن الناس على دينهم ولا عقائدهم ما لم يأمنوا في أوطانهم. السادة الحضور، وهكذا استمعنا إلى هذه الكلمة المباركة من الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والتي كانت ضمن فقرات هذا اللقاء المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدي عمرو بن العاص بالقاهرة. والآن نستمع إلى هذه الكلمة المباركة من الدكتور أحمد محمد عوض، إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله يفعل ما يشاء، بسم الله بركة وشفاء، بسم الله الذي لا يضر ولا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسناً، ما تفعله وزارة الأوقاف المصرية بقيادة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من إقامة هذه الندوات والأسابيع الثقافية العلمية، وهذا الحراك العلمي في بيوت الله تعالى. واليوم ونحن نتحدث عن حب الوطن، وقد استمعنا واستمتعنا بكلمات فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وكلامه فيه غنية عن أي كلام. ومما ختم به كلماته أن قال: وصلى الله تعالى على سيدنا محمد الذي علم الأمة الوطنية. وتلك حقيقة أيها الأحبة، فليس من نافلة الكلام أن نتحدث عن حب الأوطان،
وإنما الحديث عن حب الأوطان من صميم الأديان. فكيف نقيم ديننا في غير وطن؟ كيف نقيم ديننا في غير أرض نعيش عليها؟ ذلكم حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الوطنية، الذي علمنا حب الأرض. نعم، فطر الله تعالى الناس على حب الدين والعقيدة، على حب الوطن والوطنية. وقد ذكرنا فضيلة الدكتور محمود، ذكرنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد خرج من مكة قائلا: يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. بل لك أن تتخيل حبيبنا وهو يقول، وهو يحدثنا عن تراب الوطن، تراب الوطن. نعم، تراب الوطن له عند النبي مكانة، له عند النبي منزلة. اللهم برقية بعضنا، وفي رواية بريقة بعضنا، بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بتربة الأرض، تراب الأرض له مكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام. حار فكري، لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعقول، يا سيدي أنت نبراس الوصول. هذا حبيبنا. ومن يمن الطالع أيها الأحبة الأكارم أننا نحتفي ونحتفل في هذه الأيام بذكرى 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، والجنود يقولون الله أكبر الله أكبر، وتنتصر مصر بالإيمان بالعقيدة بهؤلاء الجنود الذين أحبوا أوطانهم، الذين أفنوا أرواحهم حبا في وطنهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يدعو لمكة، ونبينا يدعو للمدينة، بل مولانا سبحانه وتعالى في القرآن يساوي بين الفناء والقتل والخروج من الوطن. يقول: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وفي قلب سورة الممتحنة يقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لك أن تتخيل كيف أوذي النبي في مكة، وجد إيذاء على جميع المستويات، ومع كل هذا يذكرنا بحب الوطن. ولما هاجر للمدينة كان يسأل عن مكة، وفي الرواية قال: يا أصيل كيف حال مكة؟ قال: يا رسول الله، ابيضت بطحاؤها واخضرت جنباتها. وظل أصيل يتحدث عن جمال مكة، يتحدث عن جمالها وزينتها. فقال النبي: يا أصيل حسبك، حسبك، دع القلوب تسكن، لا تحرك القلوب بحب الوطن، بحب مكة تحريكا يجعلنا في حزن لفراقها. أيها الأحبة الأكارم، وهكذا مصر، هكذا مصر المباركة التي شهدت تجليات مولانا سبحانه. خبرني بالله تعالى، على أي أرض تجلى مولانا؟ على أي أرض تجلى رب العزة سبحانه؟
تجلى على أرض مصر، ليس إلا في أرض مصر المباركة، أرض مصر التي قال فيها مولانا حكاية عن كلام سيدنا يوسف، قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، وفي آية أخرى: وزروع ومقام كريم، أرض مصر. ولقد بوعنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أرض مصر، ورزقناهم من الطيبات، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، أرض مصر. نعم أيها الأحبة، تحتاج منا لعمل، تحتاج منا لأن نكون يدا واحدة وقلبا واحدا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، ودعا سيدنا إبراهيم لمكة، هل دعا أحد لمصر؟ نعم، دعا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا آل البيت الكرام لمصر، دعت سيدتنا السيدة زينب: يا أهل مصر آويتمونا آواكم الله، أكرمتمونا أكرمكم الله. ويا سبحان الله، يلتف آل البيت الكرام في أرض مصر الميمونة، وفيها من فيها من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. مصر تحتاج منا لأن نحب أرضها، لأن نحب ترابها، بل ولنترجم هذا الحب إلى عمل، ولنترجم هذا الحب إلى يد عاملة وإنتاج قوي بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول فيما قلت: انهضي يا مصر والثابت الخطى، ولا تيأسي من نجدة الخلان، واسعدي يا حب كل حر أبي ببنيك الكمل الشجعان، وعش يا ابن مصر رافع الهام، واستحضر لربك كل جميل وعرفان. حمى الله مصر وبارك فيها شعبا وقيادة وحكومة وأرضا، بارك الله في مصر، بارك الله في شعبها وقياداتها. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، بفضلك يا الله يا رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي علمنا حب الوطن وعلمنا الوطنية، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الدكتور أحمد محمد عوض، إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص، والتي كانت ضمن فقرات هذا اللقاء المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدي عمرو بن العاص بالقاهرة. وقد شرفنا بالحضور في هذا اللقاء المبارك كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات بأوقاف القاهرة، والشيخ جمال إسماعيل حسن مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة، والشيخ علاء الدين سليمان مفتش بأوقاف جنوب القاهرة. السادة الحضور، تظهر حماية الوطن والحفاظ عليه في المحافظة على الوحدة بين أبناء الوطن، فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات مهما اختلفت الألوان أو العقائد. فمما لا شك فيه أن الأديان لا تأمر إلا بالخير والصلاح، ولا تدعو إلا إلى البر والحب والإحسان، ولا توصي
إلا بالأمن والسلم والسلام، وما كانت يوماً في حد ذاتها عائقاً أمام التعايش والتماسك والترابط. فإن حب الوطن نابع من إيمان عميق وإخلاص شديد، وواجبنا تجاه ذلك أن يكون الوطن حاضراً في أدعيتنا والدعاء بدوام الأمن والأمان عليه، كتلك التي دعا بها سيدنا إبراهيم عليه السلام لمكة المكرمة، فقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إخوة الإيمان، هيا بنا في هذا اللقاء المبارك نرفع أكف الضراعة ونستمع إلى هذه الابتهالات. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.